السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو CE2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو دوني أن كونسي، يعني كيفاش نعطي واحد النصيحة كما عدنا في هذا الكتاب المدرسي ديال دوني ان كونساي. ان هذا الدرس هذا ديال سيكسبريمي الوغال، اذا غادي نعتمدوا على لوغال، غادي نعتمدوا على الشفوي. اذا بالنسبه لاكتيفيتي 1 قالك بور بروتيجي لا فوري ايماجين ا بارتير دو ليماج لي كونساي كو دون لو كاستور. اذا في هذه ليماج هذه اللي عندنا انا لا فوري سي لافي، اذا عندنا بزاف ديال الحوايج تما تيداروا، كاين شي حاجه ضاربين عليها وكاين شي حاجه لا. كاين عندنا تما واحد السيكاريتو ضاربين عليها العافيه، واحد تيجمع داك لي زو الوسخ اللي كاين تما، واحدين تيغرسوا واحد الشجره، واحد تيلوح الوسخ في البوبيل، واحد تعلق ومهرس واحد الجدع ديال واحد الشجره. اذا شنو هما ممكن، شنو هما النصائح اللي ممكن نعطيو؟ اذا نحاول انا حاولت نكتبهم لكم هنايا. بالنسبه للنصيحه الاولى نو با فومي، اذا ما خصناش نكنيو. النصيحة في الغابة، تنهضرو على الغابة. النصيحة الثانية شنو ما خصناش نديرو؟ نو با الومي دو فو، اذا ما خصناش نشعلو العافية. النصيحة الثالثة غاماسي سي زوردور، اذا خصنا نجمعو الوسخ ديالنا ولا داك لي ديشي ديالنا، اذا غاماسي سي زوردور. النصيحة الرابعة شنو خصنا؟ بلونتي دي زارب، خصنا نغرسو الاشجار بحال اللي تيديرو هادوك. النصيحة الخامسة جوتي لي زوردور دون لي بوبيل، إذا خاصنا نلوحو الوسخ ديالنا في لي بوبيل. النصيحة السادسة شنو ما خاصناش نديرو؟ نو با غرامبي دون لي زارب، ما خاصناش نبقاو نتعلقو في الشجر، يقدر نطيحو يقدر نهرسو شي حاجة ولا نتهرسو حنا، إذا ما خاصناش نديروه. النصيحة الأخرانية قالك نو با كاسي لي برونش دي زارب، ما خاصناش نبقاو نهرسو داك الأغصان ديال الأشجار. إذا هادو هما النصائح اللي ممكن نعطيوهم من خلال هاد الصوره اللي عندنا هنا ولا هاد لي لوستراسيون اللي عندنا هنايا ولا هاد ليماج اللي عندنا هنايا. اذا ندوزو لاكتيفيتي 2 واكتيفيتي 3. عندنا اكتيفيتي 2 قال كيل كونساي تو دوني ا سي بيرسون، شنو هما النصائح اللي ممكن تعطي لان فيمور شي واحد تيكمي ولا ان اونفون كي ريفوز دو مونجي ولا شي واحد اللي ما تيبغيش ياكل، واحد الطفل ما بغاش ياكل، ولا ا دي زيليف دون اون كلاس اون ديزورد ولا في التلامد اون ديزورد في الكلاس، ولا وفي اكتيفيتي 3 عندنا شوازي اون سيتوياسيون بارمي سيل بروبوزي بور دوني دي كونسي، يعني غادي نختار واحد لا سيتوياسيون تما وغادي نعطيو النصائح. عندنا بور اتر اون بون سونتي، بور ريوسير ان اكزامان، بور ابروندر اون نوفيل لونغ، بور غاردي اون بلاج بروبر، بور ريدوير لا كونسوماسيون دو لو. اذا بالنسبه لاكتيفيتي انا درت لكم اكتيفيتي اون، حاول نعطيكم نصيحه في كل حاجه. اذا بالنسبه للفيمور اي لي كونسيي دو نو با فيمي، اذا حاولت نستعمل لكم داكشي اللي عندكم تما في ليكسبريسيون بور دوني ان كونسيي اللي عندكم لي من تما، مكتوب بزاف ديال كيفاش ممكن نعطيو، حاولت نستعمل لكم داكشي اللي عندكم في داك لابواط هذيك. اذا اي لي كونسيي دو نو با فيمي دو Pour ne pas mourir, je te conseille de manger pour vivre. يعني باش ما تموتش خاصك تاكل باش تعيش. بلا بغيتي تهضر تعطي واحد النصيحه لواحد ان اونفون. ا دي زيليف دون اون كلاس اون ديزوردر، شنو ممكن تقول لهم؟ فو دوفريي اتر اون اوردر، خاصكم تكونوا اون اوردر. اكتيفيتي 3 بور اتر اون بون سونتي إلي كونسيي دو فار لو سبور، خاصنا نديرو سبور. واحد النصيحة، يعني كل واحد ممكن يعطي النصيحة اللي بغا. بوغ يوسيغ أن إكزامان جو تو كونسي دو ريفيزي بوكو، خاصك تراجع بزاف. بوغ أبخوندر أون نوفيل لونغ تو فوغي ميو ديفور إي دو موتيفاسيون، يعني خاصك إلا بغيتي تفهم واحد اللغة خاصك دير ليفور ولا تكون عندك لا موتيفاسيون. كاتخيام بوغ غاردي أون بلاج بروبر نو دوفريون غاماسي نو nos ordures. Et d'un adoma activité 2 ou 3. D'abord, si j'enrichis mon vocabulaire, je complète le texte avec ce qui convient. Et d'un natu ou sale ou pollu ou les pesticides ou les égouts ou des déchets ou usés. Et dans la pollution de l'eau, certaines activités humaines, je nous dis là, polluent les mers, les rivières et les lacs.
Quand l'homme utilise l'eau pour se laver ou pour nettoyer sa voiture, l'eau devient, mousse, sale. Et va donc, dans les égouts qui seront vont se jeter à leur tour dans la mer. Quand l'homme utilise les pesticides dans les champs pour les traiter, ces pesticides pénètrent dans le sol et les eaux de pluie les entraînent dans les rivières. Quand il utilise les produits chimiques dans les usines, il se débarrasse les déchets d'hommes. Se débarrasse des déchets en les déversant dans la mer. Les eaux usées polluent la mer et tuent les poissons, les mammifères et les plantes. Heureusement, certaines sociétés se sont rendues compte du danger qui menace la mer et les rivières et ont commencé à traiter les eaux usées. Eau usée, avant de les rejeter dans la mer. Recopie ce tableau et classe ses actions en deux colonnes. Un salaire, ou ramasser, ou collecter, polluer, nettoyer, menacer, nuire, protéger, sauvegarder, préserver ou déverser. Un ce qui nuit la nature, ce qui préserve ou la protège la nature. إذا أنا استعملت لكم جوج ديال الألوان تما الأحمر والأزرق. إذا اللي سطرت عليها بالأحمر غادي نديروها في الخانة الأولى، اللي سطرت عليها بالأزرق غنديروها في الخانة الثانية. إذا صالير، إذا بالأحمر غنديروها في الخانة الأولى، غاماسي في الخانة الثانية، كوليكتي الخانة الثانية، بوليي الخانة الأولى، سكينوي لا ناتور، نيتوايي الخانة الثانية، مناسي الخانة الأولى، نوير الخانة الأولى، بروتيجي الخانة الثانية، سوفغاردي الخانة الثانية، بريزيرفي الخانة الثانية، وديفيرسي في الخانة الأولى. إذا هذا هو الإكسيرسيس ديالنا، احنا ساليناه، نتمنى تكونوا توفقتوا فيه كاملين، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارتاج أكيد ديال لا فيديو إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا سواء عبر صفحتنا على الفيسبوك اللي غادي تلقاو اللين ديالها في لابوال ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير دي كومونتير ونحاولو نلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.